البلد بناسه بعماله بطبقته الكادحة، البلد بناسه بمعلميه وأساتذته ودكاترته، البلد بموظفيه وسائقيه وتجاره، البلد بأطبائه وصيادلته وممرضيه ومهنه الحرة، البلد بناسه بنقبائه ومستخدمينه، البلد بناسه بطلابه وتلاميذه وشبابه، البلد بناسه. ولكن كيف إذا كان ناسه متعبين ومرهقين ومعذبين؟ كيف إذا كان عماله محرومين من أدنى حقوقهم وطبقته الكادحة تكدح من دون نتيجة؟ كيف إذا كان معلميه وأساتذته وموظفيه وسائقيه يعملون ليلا ونهارا ولكن أجرهم لا يكفيهم لإطعام عائلاتهم؟ كيف إذا كان أطباؤه وممرضيه يهاجرون وصيادلته في صيدليات من دون دواء؟ وكيف إذا كان طلابه وشبابه منهوبين من مستقبل يليق بأحلامهم الصاخبة؟ هل يبقى البلد؟ البلد بناسه وليس بمسؤوليه الفاشلين وحكامه الطاغيين، البلد بناسه وليس بزعمائه الفاسدين وأشباه رجال الطامعين، البلد بناسه ولناسه. فارحموا ناسه الذين أعلنوا الإضراب اليوم من أجل المطالبة بحقوقهم المنتهكة وبلقمة عيشهم المحقة. البلد بناسه ولناسه، فارحموه لكي يبقى ناسه. معشات المساء، حلقة جديدة نستضيف فيها مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفي، معي أنا ميشيل الصيفي وجزاف كريم على التنفيذ. أهلا وسهلا فيك أستاذ صلاح بصالح بمعشات المساء. أهلا فيك. أولا وقبل ما ندخل بملف الشارع ونبض الشارع اليوم، لابد من البدء بالملف السياسي وزيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي إلى باريس. هنالك تضارب بالمعلومات، جهة تقول أن جنبلاط يقوم بمهمة سياسية وحكومية، وجهة تقول أنه في زيارة عائلية. ولكن نحن بدنا نعرف منك طبعا، هل يقوم جنبلاط بزيارة خاصة أم أنها زيارة سياسية بامتياز؟ لا، هي الطابع الأساسي للزيارة هو طابع خاص. يعني الطبق السياسي لا يمكن أن يخلو من حركة وليد جنبلاط، ولكن الطابع الأساسي للزيارة هو طابع عائلي خاص، بالإضافة إلى أنه هناك يعني علاقات معرفة وصداقة وتواصل دائم مع المسؤولين الفرنسيين حتى لو كان هون. يعني كانت السفيرة الفرنسية سبق وزارته في كليمونسو، وبالتالي هذا التواصل مع الإدارة الفرنسية قائم بصرف النظر عن هلق توقيت هذه الزيارة أو لا. ومن الطبيعي أنه وليد جنبلاط بانطلاقا من حرصه على وتلمسه للوصف اللي أنت شرحتيه بالمقدمة لمدى خطورة الواقع اللي نحن عم نعيشه، يعني لن يؤخر جهدا لا على المستوى الداخلي ولا على مستوى العلاقات التي يملكها مع فرنسا أو غير فرنسا لمساعدة أو لتسهيل حصول حل فيما يتعلق بالملف الحكومي في البلد. يعني حكي عن اتصال جرى بالأمس بين الرئيس المكلف سعد الحريري وجنبلاط، ماذا دار في هذا الاتصال؟ وهل أراد الحريري أن يستشرف الجو الفرنسي من وليد جنبلاط؟ صراحة مش أمس الاتصال، هو يعني سبق تقريبا من 6-4 أيام تلا جلسة المجلس النيابي المتعلقة بمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، وكانت يعني العلاقة مع الرئيس الحريري هي علاقة قائمة. هناك تباينات تحصل أحيانا، هذه التباينات تكون يعني بدرجة كبيرة وتنعكس طبعا في المواقف وفي التصريحات، وأحيانا يكون هناك تقارب في كثير من الأمور. خلينا نعترف أنه هلأ في تباين حاصل على أكثر من ملف، ولكن بعتقد بالساعات الماضية الأمور تتجه يعني تدريجيا، ونأمل أن تصل إلى خواتيم، لأنه الأمال هيك لحالة ما بتفيد، بدنا نحول الأمور إلى واقع. معقول الحريري كان عم بيحمل وليد جنبلاط رسالة ما إلى الجانب الفرنسي لأنه اتصل فيه قبل زيارته إلى فرنسا؟ لا، حتى الرئيس الحريري يعني تواصله قائم مع المسؤولين الفرنسيين حسب ما نعرفه، كان التقى بوزير الخارجية هون ببيروت بقصر الصنوبر. الموضوع ليس تبادل رسائل، الموضوع هو كيفية تقريب وجهات النظر بين الطرفين المعنيين بشكل أساسي بالملف الحكومي، وأقصد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية طبعا ومعه النائب جبران باسيل. ما فينا يعني نطلع من هذا الواقع، الحكومة تؤلف أو تشكل بحركة من رئيس الحكومة المكلف، والتوقيع وإصدار المراسيم لابد أن يكون شريك فيه
رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية باقي، رئيس الحكومة المكلف باقي وفق الأصول، وحتى المجلس النيابي رجع أكد على هذا التكليف بمضمون التوصية اللي صدرت بآخر جلسة. وبالتالي طيب هاو الشخصين هن المعنيين بهالملف واثنين باقيين، الحل بأن يتفقا. اللي عم نحاول نعمله منذ زيارة بعبدة اللي قام فيها رئيس الحزب إلى اليوم هو أن نقرب وجهات النظر قدر ما فينا لنصل إلى مكان مشترك ممكن يولد هذه الحكومة. طيب عم ينحكى عن شيء اسمه الفرصة الأخيرة اللي رح تعطيها فرنسا إلى لبنان قبل سيف العقوبات، هل تعتقد أن هذا صحيح؟ هل هني مفترض أن عملت هذه القيود اللي سموها الفرنسيين؟ ما بعرف إذا رح بيصير في ليفل أعلى، يعني عم بيلوحوا كانوا بليفل بالاتحاد الأوروبي، الأمر خاضع عليه أكثر من اعتبار. نعم يعني صار لفترة فرنسا عم بتهدد بعقوبات على الفاسدين والمعرقلين من دون ما نشوف هالعقوبات على الأرض. على يبدو ليس هنالك توافقا اليوم في الاتحاد الأوروبي على هذه العقوبات. صحيح، في الاتحاد الأوروبي هناك أكثر من اعتبار اللي كنت عم أقوله، أكثر من اعتبار لإصدار عقوبات لا يتعلق فقط الأمر بالشق اللبناني يعني وبالملف اللبناني، أيضا في اعتبارات داخلية داخل الاتحاد الأوروبي تستوجب عندهم المزيد من الدرس وأخذ الأمور بالتروي. أعتقد هذا اللي أخر العقوبات الأوروبية. ولكن فيما يتعلق بالقيود الفرنسية، الفرنسيين حسب يعني التحليل أنه لم يعلنوا عن هذه القيود على من فرضت من باب أنه نحن تركين المجال يعني نعطي فرصة للحل. هذه الفرصة التي تحدث عنها رئيس المجلس النيابي بالأمس والتي وصفها ب أو اختصرها بأسبوعين، إن شاء الله يعني عم نشوف كل الأطراف الإقليمية والدولية اللي اللبنانيين فيش أشطر منهم يتصارعوا كرمالهم عم يلتقوا ونحن مش مقررين نلتقي. في شيء غلط صراحة يعني. وبالتالي من هون كان نداء التسوي اللي رفعه وليد جنبلاط، والبعض يعني اعتبر انه شو عم يحكي هلق وين رايح، وعينا عم نشوف كل المنطقة ذاهبة الى تسويات، كل الملفات الدولية يعني تطرح على طاولات البحث، الا نحن مصرين موقفين حالنا، ومش بس موقفين حالنا بمحل منيح، موقفين حالنا ونحن نزلين الى مزيد من الانهيار. رح نحكي بالتفصيل عن التسويه اللي عم يطرحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، ولكن خلينا نخلص من ملف العقوبات. هل تعتقد انه اذا صارت العقوبات بطريقه صارمه رح ستجدي نفعا يعني؟ هلا للاسف يعني تجاربنا مع العقوبات غير ناجعه. انفرض عقوبات من الولايات المتحدة ومن غيرها ما أوصلتنا لمحل، بالعكس يمكن كانت عم تزيد الأمور تعقيدا. بس بغض النظر هذه العقوبات فرضت أو لا، أنتجت أو لم تنتج، يعني كمان معيب بحقنا نحن أنه أن ننتظر فعلا حصول عقوبات لحتى نقدم تنازل. ما طب ما هيت نقدم التنازل نحن وبكرامتنا يعني بكل بساطة قبل ما توقع العقوبات علينا. استقبال فرنسا لجنبلاط يعني أن الإجراءات اللي ممكن اتخاذها ما رح تشمله، صحيح فينا نقول هذا الشيء؟ من دون ما يكون راحة فرنسا. طب إذا بدنا نجي نستعرض نحن كل المسار اللي حصل منذ تكليف سعد الحريري برئاسة الحكومة، حدا فيه يقول وليد جنبلاط عرقل للحظة ما مسار التأليف، طالب على ما كانت الأمور رايحة ببداية الأمور بتمثيل وازن ووزارتين وغيره على 18، بعدين لما لقى الأمور معقدة قال ما عندي مشكلة بالعدد، بعدين لما لقى الأمور معقدة قال يا عمي ما بدنيش، أنا ما عندي مشكلة بأي حقيبة ولا بالتمثيل ولا بنوعيته، فلنذهب إلى تأليف حكومي. بالعكس راح بادر، طلع عند ميشيل عون على بعبدة، التقى التلفن قبل الزيارة، التقى الحريري وثم بعد الزيارة نزل الوزيرين العريضي وأبو فعور حطوه بالجو وشافوا الرئيس بري. طيب عمل كل هذه الحركة على التواصل مع البطرك الراعي، كان الوزير العريضي زاره كمان أيضا مع الرئيس بري، كل هالحركة اللي عم يعملها ولي جنبلاط هل يمكن لأحد أن يتهمه بالعرقلة؟ على الأكيد لا، يعني لن ننتظر هذه الزيارة لنعرف نحن أنه لسنا من المعرقلين. نعم استاذ صالح، حكيت حضرتك عن مهلة الأسبوعين اللي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أيضا يحاول عبثا تقريب الهوى بين بعبدة وبيت الوسط. لو بدأ تنجح مساعي الرئيس بري ما كانت نجحت أصلا؟ شق أساسي من اللي عم بتقوليه صح، يعني حاول كثيرا كما حاولنا، كما حاول البطرك الراعي، كما حاول الفرنسيون وغيرهم. طب بس شو بنعمل؟ نستسلم؟ شو في عنا حل؟ طب هذا بلدنا والواقع اللي عم نعيشه، اللي حكيتي عنه، الطوابير أمام محطات الوقود، أمام الصيدليات لشراء الدواء، أمام الأفران في مراحل سبقت وربما تأتي هذه المشاهد من جديد. شو بنعمل؟
يعني الرئيس بيري لا يزال يتابع تبعات رسالة التي أرسلها الأسبوع الماضي الرئيس ميشيل عون إلى مجلس النواب التي تشكو التأخير بالتكليف. شو رأيك بتخريجة هالجلسة؟ خلصت بأقل الأضرار الممكنة أو أصلا أكثر من هيك أضرار ما بقى يصير؟ الضرر على المستوى الوطن حاصل بشكل فظيع جدا، والمعاناة أكثر مما يمكن أن يعني فينا نوصفها أنا وياك للأمان. نعم. ولكن هلق رب ضارة نافعة. الرسالة لا شك يعني لم تكن في توقيت مناسب أنه نفتح هيك نقاش، ولكن بمعنى رب ضارة نافعة أنه لربما من هذا المطب اللي كنا سنقع فيه واللي خرج الرئيس بري بهذه الطريقة كما وصفتي أقل ضررا، أن نستفيد في إعادة تحريك المياه الراكدة حتى رجعت الموضوع إلى التداول، لأنه كان صحيح. في فترة كان وبالتالي في من هون عم نقول ربما نفعت في هذا الإطار. خلينا نأخذ هذا الشق اللي أعاد تحريك الأمور وأعاد إذا بدك نوع من الضغط السياسي المحلي معطوف على الضغط القائم من الدول المعنية تحديدا فرنسا. المطلوب أن يكون هناك خطوة، هذه الخطوة بنرجع من عيدها مش من باب ان احنا والله عم نحملهم اكثر ما بيحملوا، من باب هاي مسؤوليتهم مرتبطة بالحريري، الرئيس الحريري وبالرئيس عون. هل سيقدمان على مثل هذه الخطوة؟ هودي اللي عم بيقول عنه ان الرئيس بري بهالاسبوعين رح منشوف اكيد في بالشكل بوصف انه الرئيس الحكومي المكلف هو اللي معني بتقديم توليفة حكومية، مطلوب منه يقدم هذه التشكيلة إلى رئيس الجمهورية على الأقل وفق الصيغة التي وصلنا إليها بنهاية ما كان عم بصير فيه من تفاوض، وهي 24 وزير لحد هلق. يعني بعد لم يصدر عن أي طرف موقف علني بيقول أنه نحن مش قبلانين بال 24 وزير. الرئيس عون قال أنه ما عنده مشكلة ولا ثلث معطل. النائب جبران باسيل كرر هذا الموقف علنيا وبجلسة رسمية للمجلس النيابي. الرئيس الحريري لم يصدر عنه أي مرة موقف رافض لهالمطلوب لهال صحيح، ولكن هو كان أكثر متجه نحو تشكيل 18 وزير وقدمه. نعم سبق قدمه، بس عم نقول إحنا ما بعد هالمفاوضات يعني معقول يلين ويرجع يقبل بأربعة وعشرين مش قصة يلين، هو ما رفضه. أنا عمل لك نحن لقلنا ما صدر يعني ما بلغنا أنه يرفض هكذا صيغة، ولم يصدر عنه أي موقف يرفض هكذا صيغة. يعني ما قلت تكون هيدا التخريج انه يرجع لكل الاطراف تقبل بصيغه ال24 وزير من دون ثلث معطل؟ اكيد. كيف سيتخلى الرئيس عون وبظهره جبران باسيل عن الثلث المعطل بعد ما تكمشوا فيه لفتره طويله؟ ما هني اعلن رسميا بالمجلس النيابي انه هو ما عنده مشكله، ما بده ثلث معطل، لم نطالب بالثلث المعطل، هيك قال النائب جبران باسيل. من الاول كانوا عم بيقولوا انه ما بدهم ثلث. اعرف انه ايضا الرئيس الحريري يعتبر انه هناك التفاف على هذا المطلب بطريقه تانية للحصول عليه، صحيح. نعم. ولكن هون تجي لحظه التضحيه والتنازل لمصلحه الوطن. مثل ما الرئيس الحريري في حال تقديمه تشكيلة جديدة على ال 24 بيكون تنازل عن بعض المعايير التي حطها من بداية تكليفه، أيضا بهذه الحالة مطلوب من رئيس يعني الجمهورية بيكون التنازل من أن يلتزم بما أعلنوا ويكون كمان عنده هذا التنازل. امبارح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال بكلمته لمناسبة عيد التحرير: الرئيس عون باق والرئيس المكلف لن يعتذر، فأما أن يزور الحريري عون ويتفهم على تشكيلة وأن يتدخل الرئيس بري لحال المشكلة، وهذا اللي عم نشوفه. هل هذه تعليمات أنه كلمة السر أنه صار وقت الحل؟ يعني نحن من هون فينا نلتمس أنه الحل صار جدي؟ يعني أنا ما بدي أخذ هيك التوصيف بالشق السلبي أنه كلمة سر وتعليم وروح واشتغله، بس خلينا ناخذ البارت الايجابي. يعني اذا هيدا التصريح بيؤدي الى تفعيل الامور وانتاج الحكومي ما عندنا مشكله، فلتكن معقول يكون بسرع بعمليه يعني كمان ما هذا في شيء بالبلد. الرئيس بري مصر على انه انتاج الحكومي باسرع وقت، صحيح. السيد حسن نصر الله بالامس عنده هذا الموقف الواضح وبدعم مسعى الرئيس بري. البطرك الراعي، نحن القوى الاساسيه، النائب فرنجيه، حتى الرئيس الحريري يعني مفترض هاي حكومته، مفترض يكون هو حريص على أن تولد يعني، وأيضا رئيس الجمهورية كمان من منطلق هيدا عهده مفترض أن يكون عنده حكومة. طب إذا كل الأطراف الداخليين مقتنعين بأنه لابد من ولادة حكومة، الواقع الاجتماعي والاقتصادي يملي علينا إنتاج حكومي، الدول الخارجية عم بتقول روحوا عملوا حكومة نحكي معكم، طب شو بعد ناطرين؟
يعني حتى اليوم مصادر رئاسة الجمهورية قالت أنه الطابق بملعب بري حتى نهاية هذا الأسبوع لانتظار ما ستقول إليه مساعيه. كل هذا الضغط على بري، هل يستطيع أن يتحمل كل هذا الضغط؟ الموضوع مش أنه الطابق في ملعب الرئيس بري، الزلمة عم يعمل مسعى، مش أنا نحط المسؤولية عليه، هو عم يقوم في مبادرة لتقريب وجهات نظر. أنا برأيي برجع بعيد اللي قلته بالأول، الطابق في ملعب رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. طبعا المصادر أيضا أشارت إلى أن الرئيس عون يرسم شيئا سيتظاهر بعد فترة. طيب إذا الرسالة اللي بعتها إلى مجلس النواب يعني ما زبطت، شو اللي معقول يزبط لحيصير في تصعيد إذا مساعي بري ما وصلت لخواتيم مساعي؟ لا أعتقد أن البلاد تحتمل المزيد من التصعيد، ولا المواطنين في معيشتهم وهمومهم اليومية بيحتملوا أن نذهب إلى المزيد من التصعيد. أعتقد إذا كان مطلوب أن يتم رسم أي شيء للمرحلة المقبلة أن يتم رسم هذه التسوية. هذه التسوية فعلا لا تنقذ فقط لبنان واللبنانيين، بل تنقذ حتى المسؤولين يعني اللي هن معنيين بهالملف من الورطة اللي هن فيها. احنا كلنا بورطة، صحيح، البلد بورطة والمسؤولين عن البلد بورطة، وورطة المسؤولين أكبر. حضرتك عم تحكي عن تسوية الحزب التقدم الاشتراكي ورئيسه عم بيحكي بالفترة الأخيرة عن تسوية سياسية، وحضرتك قلت أنه في انتقادات على هذا الطرح. طيب اليوم نحن اللي عم نشهده من انهيار هو نتيجة تسوية مؤقتة روج إلى بأن الحل النهائي إلى لبنان وما طلعت إلا بداية الانهيار. كيف اليوم فينا نرجع نوثق بتسوية جديدة ونطمن العالم من هيدي التسوية عن جد الحل، مش تعميق للانهيار اللي نحن عم نعيشه؟ نحن هون نختلف في التوصيف ما بين ما كان حاصل في المرحلة السابقة وما بين ما ندعو إليه اليوم. بالنسبة لنا ما حصل لم يكن تسوية بالمعنى السياسي لتأليف حكومة قادرة على أن تشتغل. شو كان؟ كان اتفاق مصالح. تنحكي الأمور ما هي، نحن بنساعدك تعمل رئيس جمهورية، نحن أنت بتساعدنا نعمل، كان توزيع مصالح. يعني ما كان تسوية. وعندما هذه المصالح تضاربت وانتهى بعضها واصطدم بعض الآخر ببعضها انفجر الوضع، انعكس الأمر على البلد انهيار وصرنا باللي صرنا فيه. أكيد مش لحاله هالموضوع، ما عم حمل بس هالاتفاق، تراكم سنوات. نعم. أوكي مش مختلفين، ولكن هل هيدا آخر يعني القشة التي قسمت ظهر البعير؟ طيب نحن اللي عم نقول ما نكرر هالخطأ، نحن عم نقول أن نذهب إلى تسوية بالمعنى المتعارف عليه. التسوية شو تكون؟ أن يكون هناك أولا البرنامج وضعت لنا إياه المبادرة الفرنسية، صحيح؟ نعم. البرنامج الحكومي شبه ناجز، نحن عم نقول في بعض التوزيعات اللي لها علاقة بالعدد فيما يتعلق بشكل الحكومي وبالتوزيعة التسمية ومين بيسمي وغيره، هاي الحقيبة الداخلية والعدل وما بعرف شو بعد، هاودي بيسوى الواحد يعمل عليه هون ديل. بس مش بشرط انه هذا الديل ان ينعكس على سياسة الحكومة، ان نذهب الى التطبيق ما احنا عم نعملها وصفة متكاملة، انتاج حكومي وتنفيذ برنامج الاصلاح. لانه اصلا اذا ما عملنا هذا البرنامج، اذا الحكومة اللي بتجي ما بتعمل هالبرنامج ما بنكون عملنا شيء، يعني بكون محل ويمكن على اسوأ. لانه لا البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي ولا الاتحاد الاوروبي وفرنسا ولا طبعا دول الخليج كداعم وحاضن اساسي للبلد راح حدا يمد ايده لنا في حال لم نذهب الى تطبيق هذا البرنامج. لهيك عم نقول هذه التسوية تختلف عما حصل سابقا، لانه مبنية مش بس على شكل الحكومة، مبنية ايضا على برنامج موضوع ومعروف وما عندنا غيره، مش انه نحن يعني هلق فينا نجتهد، ما عندنا وصف غيره للخروج من الازمة. ولكن اليوم الاختلاف بيصير مش على التوصيف ولكن على الاشخاص اللي بدهم يعملوا هيدي التسوية. مين لازم يقعد مع بعض ويعمل هيدي التسوية؟ ناس اللي مش قادرة حتى تلاقي ولا شيء تتفق عليه، حتى كرامة المواطن اللي عم بيزل يوميا، الطبقة السياسية الحاكمة ما عم تقدر تتفق عليها. من الجهات المانحة ومن من الدول الصديقة ستثق انه تعطي هباتها وامواله ومساعداتها الى هذه الطبقة اللي عندها سوابق بنهب هذه المساعدات من قبل؟ نحن عم نحكي بصراحة هني ما بيوسعوا. نعم نحن عم نحكي بصراحة هني ما بيوسعوا، كرمالك حطوا لنا برنامج، يعني امر معيب، انا مش عم بحكي فيه ومبسوط بس عم نحكي واقع. نني حطوا لنا برنامج قالوا لنا بتنفذوه، اذا بتنفذوا هالبرنامج بنعطيكم مساعدات، هن مش واثقين بكل بساطه، هن ما في ثقه، لا المجتمع الدولي بيوثق بقى بالحكم، نعم، ولا حتى المواطن واثق بالحكم. كرمال هيك الكل ناطر انه يا عمي هذه هي الفرصه الاخيره اللي كنت عم تحكي عنها، اذا بتجوا وبتعملوا هذا البرنامج هذه الثقة ستعود تدريجيا وبالتالي بنعطيكم المساعدة. يعني المعيار اليوم التزام السلطة السياسية بالبرنامج اللي حدده المجتمع الدولي. صحيح. طب اليوم يبدو عم نحكي الأمور هيك يعني بواضح كما هي.
يبدو أن روسيا عادت للدخول على الخط أيضا، فشفنا اليوم لقاء بين بوغدانوف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، ولقاء آخر بين بوغدانوف وممثل الحريري جورج شعبان. برأيك أنه روسيا عندها دور أساسي تلعبه حاليا على الساحة اللبنانية؟ يعني لم يتوقف الدور الروسي من فترة، كل دولة بتتغير اهتماماتها، بتتغير أولوياتها، واللي نحن عم نحاول كنا يعني والكل بيعرفه ونحن سمعناه من السفراء الذي يلتقيهم رئيس الحزب انه مش هالقد لبنان أولوية يا جماعة، كملك هاي فرصة أخيرة، مش كتير بالهم فينا يعني بالمجتمع الدولي ولديهم من الملفات والهموم والتعقيدات ما يكفيهم يعني. طبعا روسيا حاضرة في المنطقة، حاضرة في سوريا، حاضرة في الملف الفلسطيني، حاضرة على مستوى البحر المتوسط، حاضرة في أكثر من ساحة بهذه المنطقة، ودورة في لبنان تاريخية من الثمانينات، من زمان حتى من قبل. ولكن حتى الروس، حتى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لما ارتقى بالمسؤولين بالرئيس الحريري وأيضا اللي زاروا روسيا نائب جبران باسيل وغيره، كانت رسالة موسكو واضحة: اذهبوا وشكلوا حكومة، ما في طرف خارجي التقينا فيه كلنا على اختلاف مشاربنا السياسية إلا وبلغنا رسالة وحدة: عمي روحوا عملوا حكومة. للأسف حتى اللحظة هذا الاستعصاء غير مفهوم، ولربما يعني الشق الشخص الذي تحدث عنه الرئيس بري بكلمته الأخيرة ربما هو السبب الأساسي، لأنه غير هيك لا تبرير لما يحصل. حضرتك قلت انه الدول الخارجيه مش يعني اولويتها لبنان، اكيد لانه عندها من الملفات ما يكفي تكون مشغوله فيها. ايضا نصر الله قال ايضا بكلمته امبارح انه المشكله الحكوميه هي مشكله داخليه بحته. بتعتقد هذا الشيء صحيح؟ لانه عطول في كتير عالم عم بترجح ان تكون المعضله الحكوميه تنتظر طاوله مفاوضات فيينا وكل المتغيرات الساخنه في المنطقه، ومش بس اليوم صار في موعد جديد، كنا عم نقول ناطرين نتائج مفاوضات فيينا، ولكن اليوم صرنا عم نقول ناطرين 16 حزيران وهو التاريخ المرجح للقاء بين الرئيسين الامريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين. ما هي برجع بعود المشكلة فينا نحن، من الطرف المعني بعلاقة المباشرة مع إيران بلبنان؟ حزب الله. كتير منيح. شو عم بيقول حزب الله مباري؟ عم بيقول مشكلة داخلية. طب نحن خلينا ناخذ هالأمور ونمشي فيها للآخر. يعني نحن مفترض منا ناخذ القصص مثل ما هي ونصدقها. طب شو عنا حل؟ شو عنا؟ مش نصدقها، بدنا نلحقها. مش موضوع انه نصدق او لا، بدنا نلحق الموضوع للاخر. طب انا اليوم اذا بقول لك انه انا راح اعطيك هالتليفون طلبي مني، اذا ما اعطيتك يكون عم كذب عليك بكل بساطه. اليوم هناك كل هذه الاطراف تقول بدنا الحكومه، طب ليش نحن ما بنوصل للحظه الحقيقه اللي بتكشف من فعلا مع هذه الحكومه ولادتها او لا؟ كيف بنكشف؟ يعني نطلع يعني انا عم بحكي بصراحه، انا اليوم اذا انا معني بتاليف بأي شغلة بأي مطلب، إذا أنا عندي إلك طلب بدي أعمله، ما بفلش كل يوم بصير بحكيك وكذا، مفروض يكون في هذا الإلحاح من الطرفين المعنيين. يعني هن لازم يلتقوا قبل كده، مش يعني بس يلتقوا، مش منشان الصورة يلتقوا، منشان يقعدوا يجيبوا هيدا الطابلو اللي بيشتغلوا عليه تأليف الحكومة على ما يبدو في طابلو للموضوع، ويقعدوا يشيلوا أسماء ويحطوا أسماء من عبكرة العشية لتخلص الحكومة. وهيك المنطق بيقول البلد لا بيحمل بقى والأمور هالقد ضغطة. طب شو في عنا حل؟ ما في غير حل اليوم، لو قد ما ضغطوا الدول الخارجية، لو قد يعني ما إذا هناك وصفة أخرى للحل حد يقلنا عنا. نعم، بركي ناطرين الانفجار بالشارع كرمال خلاص ينحط تحت الأمر، سيأكل الجميع بطريقه. يعني لا يجب أن ننتظر إلى هذه المرحلة الصعبة، لازم أنه الواحد يقوله إذا بيقدر يلحق. في نوع من الجنون بيكون والانتحار إذا حدا ناطر هيك شيء. هذا انتحار، لأنه إذا مفكر أي حدا أنه الانفجار بالبلد رح بيصيب فريق دون آخر على الأكيد بيكون هذا نوع من الجنون والميول الانتحارية صراحة. غير مبادرة بري، في أيضا مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الرعلي اللي أيضا حضرتك ذكرتها، اللي عم بحاول أيضا جاهدا الحث من أجل تشكيل حكومة. أين الحزب تقدمي الاشتراك اليوم من مبادرة الرعي ولا سيما لجهة أعلان حياد لبنان؟ طبعا في شق بالمبادرة اللي تحرك فيها البطريرك الرعلي وعليق بموضوع المساهمة في تأليف الحكومة. غير موضوع
المؤتمر الدولي والحياد والشق اللي طبعا. ضربنا الاستراتيجي من المبادرة. يعني هو عم بقول كأول شيء بنشكل حكومة وبعدين كرمال نرجع إعادة أعمال لبنان، في عدة صح. خطوات لازم ناخذها من المؤتمر الدولي وبشكل وبهذا أساسي الإطار وبهذا التوصيف اللي أنت هلا يعني سهلت علي، نلتقي بالكامل مع البطرك الراعي، لأنه نحن نعتبر إنه الحكومة هي المدخل، البرنامج هو العتبة، وثم يكون هناك طبعا مؤتمر دولي، لقاء، شو ما كانت الصيغة تبعه، لتأكيد بدء إعادة هذه الثقة اللي حكينا عنها المفقودة، والتي يجب أن تترجم بإعادة ضخ حياة في هذا الاقتصاد الميت. هلأ فيما يتعلق بالتوصيفات اللي علاقة بالحياة، كمان كان في أكثر من لقاء مع البطرك الراعي بهذا الإطار، ونحن أيضا مؤمنون بأنه البلد لا يحتمل صراعات الآخرين، وتجربت ولا مرة قدرنا إلا ما نطلع منها بخسائر كبيرة، ولكن على أن لا نلغي أن هناك ما يسمى العدو الإسرائيلي، هذا الكيان اللي هو يعني عم يتحركش فينا، مش نحن هلأ عم نعمل يعني، هو اللي بيكب اعتداءاته علينا، ولا يمكن أن نكون في حياد على من يعتدي علينا. هذا الشق أيضا متفقين عليه مع البطرك الراعي، ولكن هلأ المقاربة الحالية، الأولوية الراهنة هي أن نذهب إلى تأليف الحكومة، ومن بعدها من بعد ما نجرب نوقف الانهيار منجرب نقعد سوا ونشوف كمان كيف مشان ما نبيع الناس أوهام. الحكومة عندما تتألف مش إنه يعني تاني يوم الأمور منيحة أكيد. ونرجع الدولار 1500 أكيد. لا، في مسار طويل ومسؤولية كبيرة على هذه الحكومة، تبدأ طبعا ببنود البرنامج الإصلاحي التي تتطلب قرارات داخلية ويمكن قوانين ومراسيم وإجراءات حاسمة في كثير من القضايا وفي كثير من القطاعات والملفات، وإدارة مختلفة لما كان يعني لازم يكون في توافق بين أعضاء هذه الحكومة، لأنه إذا شكلناها وجعنا شفنا خلافات على طاولة مجلس الوزراء يعني كأنه ما عملنا شيء صحيح. Exactly. لهيك قلنا التسوية، لنكتفي بالتسوية على توزيعة الأعداد داخل الحكومة والحقائب، بل أن نكون أيضا متفق على البرنامج، والبرنامج اللي وضعته المبادرة الفرنسية. إيه أكيد شغلة سهلة، سهلة بمعنى أنه حدا عم بيقلك، الحكيم عم بيقلك هاي الوصفة بتلتزمي فيها بتخلصي من المرض، ما بتلتزمي فيها بدك ترجع تضلك بمرضك إذا لم يتفاقم الوضع أكثر. هل بتوافق أنه كل هالتعطيل اللي صار كمان هالحكومة الجاية، لأنه هي اللي حتكون الحكومة الحاكمة إذا فينا نقول إذا وقعنا بفراغ رئاسي بعد ما يخلص الرئيس عون ولايته؟ ليش بدنا نكبر يعني العراقيل والحجر علينا؟ هلأ قداش في تقريبا بعد الانتهاء الولاية؟ سنة وشوي؟ تقريبا سنتين إلا سنة. طيب يعني بدنا هلا من هلا نعمل مشاكل على سنتين، مع احنا المشكله اللي نحن فيها هلا هي اخطر من قصه الفراغ. الغلاء في الاسعار، انهيار القدره الشرائيه للمواطنين، ما فيش دواء بالصيدليات، هو اخطر صراحه من الفراغ. يعني لخبرك عشنا بفراغ بالبلد، فراغ رئاسي بصرف النظر انه هذا الامر غير سليم، بس انه ما كنا بهالسوق اللي نحن فيه. ولكن اكتر هي المعركة بتروح سياسيا انه على الديبالي بده يصير على رئاسة الجمهورية، من سيتولى. لكن بلاش بدنا كمان نحن نتوهم انه يعني هلأ اللي رح يتفقوا عليه هلأ مشان الحكومة هو رح بيأثر بمجرى انتخابات الرئاسة. كمان مشان يكون صريحين مثل ما بكفينا الحديث، انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان لشيء يعني قرار هالقد هيك ضيق وصغيطور، بيقعدوا 4-5 بيقرروه من السياسيين اللبنانيين، ما كل هاي التأثيرات اللي نحن هلق مشربكين حالنا فيها ما كلها بتأثر بانتخابات الرئاسة. يعني متوهمين هلق نحن الحكومة اللي رح تطلع بهالشكل أو بهذا الشكل رح بتأثر على انتخابات الرئاسة؟ يعني للأسف أصلا يكون في هيك حسابات لما يكون المواطن اليوم مش قادر يشتري يمكن أكل لأولاده، نكون نحن عم نفكر لبعد سنتين ما يبقى سنتين. بلد أصلا لبعد سنتين إذا بقينا على هذه الحال.
طيب أمس شفنا تغريدة للقيادة في طيار المستقبل مصطفى علوش طرأ إلى الأخبار التي تروج لها كتلة لبنان القوية عن الاستقالة من مجلس النواب، وقال إنه هالعنتريات ما بتخوف طيار المستقبل وهن جاهزين للانتخابات المبكرة اليوم قبل الغد. كذلك الأمر القوات اللبنانية تطالب بالانتخابات المبكرة ولكنها تقول إنها لن تستقيل إذا ما استقال تكتل لبنان القوي. من فترة أيضا روج إلى قرار جماعي يتحضر بين القوات والتقدم الاشتراكي والمستقبل من أجل استقالة جماعية من مجلس النواب. ليش هالتعازم اليوم بين الكتل للاستقالة؟ نحن ما تعزمنا مع حدا، نحن طرحت الفكرة بعد انفجار المرفأ، درسناها نحن والقوات والمستقبل وما كانت سرا، وفضلنا أنه أن لا نذهب في هذا الخيار وانتهى النقاش عنا. ولكن على ما يبدو الكتل الأخرى لا تزال أنه عم تتعزم بين بعضها. عم يتعزموا شأنهم، بس أنا بدي أسألك سؤال بالواقع اللي عم نحكيه معيشيا واقتصاديا والضغط الهيدا. هلأ إذا بدك تعمل انتخابات بالمهل المنصوص عليها في القوانين في القانون النافذ ولتعمل الانتخابات والحملات الانتخابية وغيره، هل يحتمل البلد بعد شي 3 أشهر لقدام بهذا الضغط اللي احنا فيه المعيشي؟ أول شيء الانتخابات المبكرة هلأ صارت too late. أنا أجيك في يوم واحد وثاني، والمشكلة عملتي انتخابات نيابية مبكرة، خلصتي بعد 3 شهور طلعت الانتخابات وصار في مجلس نيابي، شو بنعمل؟ مش بدنا نكلف رئيس حكومة؟ نعم. طب كلفنا رئيس حكومة بيرجع بيصطدم بنفس الواقع اللي احنا فيه؟ ألا وهو انه بيتفق شو رئيس الجمهورية على على تشكيل الحكومة؟ مش بيرجع بده يوصل لنفس المحل انه بده يطلع يتفق مع رئيس الجمهورية؟ يعني رئيس الجمهورية رح يتغير؟ طالما أنه رئيس الجمهورية هو بعده ذاته نحن رح نضل بهيدي المشكلة. مش بس رئيس الجمهورية بعده ذاته، قانون الانتخابات هو ذاته، النواب رح يرجعوا هن ذاتهم تفرق له 2-3-10. قديش رح تفرق فكرك؟ قديش رح تفرق؟ أنت عارف هلا قانون صرف السقوف المالية لقانون الانتخاب اللي كانت محطوطة، شو بتعمل اليوم؟ ما هي محطوطة على الليرة اللبنانية، شو بتعمل اليوم؟ شو 1500 ليرة؟ ولكن اليوم في تعويل انه صحيح يمكن هالانتخابات المقبلة ما رح تعمل التغيير المنشود انه يتغير 80-70% من المجلس النيابي، ولكن ايضا على الاكيد انه رح يكون في تغيير. انا ما عم اقول في شيء بيطلع كوبي بيست مثل قبل، بس هذا التغيير اذا حدا متوهم انه رح بيكون 80% من المجلس بيكون عايش بمحل مش حقيقي، يعني منفصل عن الواقع. طيب انه هول اللي رح يتغيروا بهالنسبة ما رح يأثروا، رئيس الجمهورية باقي ورئيس الحكومة المكلف يمكن يرجع وزاته، يعني شو بيكون عملنا؟ ضيعنا 5 أشهر لقدام تنرجع نوصل لنفس المحل. نحن اللي عم نقوله خيبكم تعملوا انتخابات، وطالما هي عزية القانون وكل العمر قداش بعد في للانتخابات سنة؟ بعد في سنة. عم نقول نحن بدل ما تضيعوا 4 شهور لقدام وترجعوا توصلوا على حكومة ونوقع بذات المشكل، خلونا نعمل هالحكومة العالم بس على الأقل تصير فيها تظهر من بيوتها تأمن، يعني يوقف هذا المشهد المأساوي اللي عم نعيشه وعملوا الانتخابات. يعني اليوم تأخرت الكتل النيابية بالتلويح للاستقالة، يعني اليوم ما بقى فينا يقولوا أنه أنا بستقيل إذا أنت ما بتعمل هيك وأنا بستقيل. اليوم ماكسيمو فينا ننطر له هو الانتخابات بموعده. الأفضل أن ننتظر إلى انتخابات موعدها، هذا موقفنا على الأقل حتى الساعة. لا نرى أنه الأمر سيؤدي إلى تسهيل، نرى أنه الأمر سيؤدي إلى إضاعة وقت ونعود إلى نفس المربع الأول، وبالتالي ليش عم نضيع على حالنا؟ هذا موقفنا. يمكن لو من قبل كانت الانتخابات المحكي الواحد من صيفية الماضي من قبل موعد يجوز الأمر يطرح قبل بسنتين كذا. هلأ ما هو قبل 6 أشهر بتفوتي تلقائيا انت بزمن الانتخابات، يعني صحيح. يعني احنا بلشنا هلا بالفتره الانتخابيه وهذا الشيء عم نشوفه، يعني من كذا اشاره. ولكن برايك الانتخابات بموعدها رح تصير، ولا سيما انه اليوم الدول الخارجيه كثير عم بتشدد على هذا الموضوع انه نحن مرقنا لكم كثير قصص، ولكن تطير الانتخابات النيابيه او تاجيلها هذا الشيء نحن ما رح يمرق معنا. ونحن لسنا إلا من المتمسكين بإجراء الانتخابات النيابية، وأي استحقاق دستوري آخر في موعده، والاستحقاق الحالي الذي هو تأليف الحكومة هذا اللي عم نحاول نضغط ونسهل ونساعد ونساهم لحتى يحصل في أوانه. كيف هو التنسيق اليوم بين الحزب التقدمي الاشتراكي مع كافة الأحزاب التي تعمل على الساحة السياسية اليوم في لبنان؟ نحن أصحاب خطاب الحوار والتسوية، وبالتالي ما فينا نكون عم نعمل هذا الخطاب وأن لا نمارس هذا الأمر في يومياتنا السياسية. إذا بتلاحظي
رغم ما وصفت مثلا مقابلة الرئيس الحزب الأخيرة مع زميل مارسيل غانم، رغم ما وصفت ببعض المواقف الحادة تجاه الرئيس الحريري، مع أنه هي لم تكن من هذا الباب يعني، كان في لقاء مع طيار المستقبل من يومين، رغم أيضا ما بعض الملاحظات اللي كلها هلأ عم نحكي عنها أنا وياك، عن موضوع التباين بيننا وبين القوات اللبنانية حول موضوع الانتخابات النيابية المبكرة، أيضا كان في لقاء على مستوى الشوف كمان من يومين بيننا وبينه، العلاقة مع التيار الوطني الحر كمان عم نحاول نرسي إلى يعني خلينا نقول قنوات تواصل دائمة موجودة، قنوات التواصل يعني شوي شوي، لأن ما فينا ننكر أنه ما كانت موجودة لأكثر من سبب بكل المرحلة السابقة، ولكن عم نحاول يعني كمان أن ننزع التباين السياسي، نبعد هذا التباين السياسي عن مستوى التواصل الطبيعي، أولا على مستوى المناطق بالجبل وغير الجبل، هناك تواجد مشترك لنا ولغيرنا من القوى السياسية، حتى مع حزب الله الأمر كذلك أمر، مع حركة أمل قائم، مع كل يعني نحن عم قلك هذا خطابنا، هذا ما ندعو الآخرين إليه، وبالتالي أنه الأولى بنا أنه نمارس هذا الشيء. يعني لح يصير في تنسيق بالانتخابات النيابية القادمة؟ ما له علاقة هيدي بهيدي، التنسيق قائم على طول، التواصل الطبيعي شيء، وانه نروح نخوض الانتخابات النيابيه مع بعض، اولا هلق نحن مش عم نقول الاولويه عندنا بمحل تاني، نعم هيدا بالدرجه الاولى، واثنين من المبكر جدا يعني الحديث عن تحالفات، لانه غير واضح اي صوره او اي خريطه سياسيه سترسو عليها البلاد. نعم، لا يعول الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم على المعارضه والجبهات المعارضه اللي عم تحاول تتوحد وتوحد مشروعها وتقدم بديل جد للناس؟ على الأكيد نحن ندعم أي خيار بيشوفوه الناس أنه بيقنعوا معنا أو مع غيرنا، وطبعا نحن يعني بحاجة إلى إذا بدك كضخ حياة جديدة أو روح جديدة في الحياة السياسية، ولربما هالمجموعات التي يعني عم تحاول تشكل ما يسمى بائتلاف معارض أن تكون يعني هي كمان مدخل لضخ هذه الروح الجديدة في الحياة السياسية، لا مشكلة بالأمر، سبق وخاضوا الانتخابات بال 2018 ويعني لم يوفقوا كثيرا طبعا لأنه بوقتها ما كان فيها للزخم وهالتنسيق وهال نراهن أن يكون لهم زخم، لأنه نحن بحاجة إلى شريك لفعلا يعني إن نكون عندنا ونحن وياها القناعات، أو مش بس القناعات، المقاربات المشتركة لكثير من النقاط التي نحن نعلنها بشكل يومي، من العدالة الاجتماعية، ضريبة التصاعدية، ضريبة على الثروة، ضريبة على الأملاك غير المستثمرة، موضوع مثلا المؤسسات الضامنة، كثير من الملفات عن جد استقلالية القضاء وغيرها من العناوين، وهي عناوين طبعا يعني ما فيهم اثنين يكونوا عم بيختلفوا عليها لما تكون عناوينها الأض واضحة وصريحة. هلا بالعنوان الكل بيتفق على العنوان، بس لما تيجي على التفاصيل بتلاقي في كثير تباينات. نحن نبحث عن شريك ونأمل أن يكونوا يعني لهم وجود بالمجلس النيابي وأن نكون نحن وياهم على هذه الشراكة. أستاذ صالح، بتزامن مع زيارة جنبلاط إلى باريس، زيارة لقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى باريس أيضا، حيث التقى رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة والتقى أيضا نظيره الفرنسي، حيث دق قائد الجيش ناقوس الخطر مجددا وقال الجيش اللبناني يمر بأزمة كبيرة آيلة للإزدياد بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي يعاني منه لبنان، والذي قد يزداد سوءا عند رفع الدعم. أولا، ماذا تعني زيارة العماد عون إلى فرنسا في هذا الوقت بالتحديد؟ بالنسبة لنا، تحصين واقع المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية ككل هو يعني إذا بدك آخر الحصون التي بقيت لا تزال يعني واقفة في الدولة، واللي هي مهددة بأي لحظة للأسف نتيجة الواقع المعيشي اللي عم نحكي، لأنه هالعسكري ابن بيئته، ابن محيطه، وشو راتبه بيساوي يعني مثله مثل كل هالناس. فبالتالي والأخطر أنه أي تعثر على هذا المستوى مش بس بصير أنه مستوى معيشي، بصير كمان في تفلت أمني طبعاً. وهذا يعني إذا بدك قمة الانفجار بهذه اللحظة بتكون، وبالتالي أي شيء يصب في خانة تعزيز وتحصين المؤسسة العسكرية وباقي القوى الأمنية هو أمر لازم كلنا نكون عم نحط إيدنا فيه، وكمان كل واحد من موقعه، من علاقاته، من اتصالاته المحلية وغير المحلية، أنه يكون عم بيأمن هذا الأمر. يعني هيدا الزيارة ما بتفوت بالمزاريب السياسية برأيك؟
لا أعتقد أنه أصلا قائد الجيش بورد توظيفه بالسياسة، لأنه هو أيضا كمان بلقاءات اللي بتصير معه هو جدا حريص على أن يعني إبقاء المؤسسة العسكرية خارج كل هذا الصراع السياسي القائم للأسباب اللي هلأ ذكرناها، لأنه لا تزال هذه المؤسسة حتى اللحظة إذا بدك هي آخر ما يمكن أنه يمنع الانفلات الأمني. يعني معلومات تشير إلى دعوة ممكنة من قبل فرنسا لعقد مؤتمر دولي خاص لمساعدة المؤسسة العسكرية في ضوء الأزمة المالية التي انعكست مباشرة على أوضاع الجيش مثل ما حضرتك عم بتقول. هل ترى من إمكانية لعقد هذا هكذا مؤتمر بغض النظر عن كل التطورات السياسية، وأين تكمن أهمية هكذا مؤتمر؟ بنفس الخانة اللي كنا عم نحكي فيها، يعني نحن أكيد إذا في أي شيء بدعم الجيش أكيد نحن معه، وفي حال حصوله بيكون أمر إيجابي، لأنه لا شك أنه هناك ضغوط كبيرة وهائلة. ما بدنا ننسى نحن من سنتين لهلأ الجيش مستنزف على مساحة الوطن، ما بتشوفيه غير منتشر بهالمحل وبتدخل هون مظاهرات وقطع طرقات وغيره، وهلأ جاك كمان هذا العبء الكبير عليهم. أكيد يعني استنزفناها للمؤسسة العسكرية، وبالتالي إذا في أي توجه لعقد مثل هذا المؤتمر سيكون حتما نتيجته إيجابية على المؤسسة العسكرية. يعني الكل عم بيحذر اليوم من الوضع الكارثي، ولا سيما الوضع الأمني اللي معقول ينتج إذا رفع الدعم. اليوم الرئيس عون وقع المرسوم القاضي بإحالة مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها. هل تؤمن أن البطاقة التمويلية اليوم هي الحل، أم أنه هذا هو حل مؤقت عم نموله من جيوب الناس، وهذا الشيء رح يفاقم المشكلة أكثر وأكثر بلبنان؟ للأسف للأسف يعني أحيانا التصعيد السياسي يعمينا عن بعض الأمور اللي بتكون لمصلحة الجميع. نحن من شباط 2020 كان أول مرة بيطلع بيحكي وليد جنباط بيقول إنه لازم نعمل شيء اسمه ترشيد الدعم. إنه شو ترشيد الدعم هلأ وشو هالحديث وغيره، وحكي أيضا بالكابيتال كنترول وما حدا مشي معنا بهالموضوع. رجعنا عملنا مؤتمر صحافي مفصل بكيفية ترشيد الدعم بعد ما عملت هالسلة الغذائية اللي فيها كل هالأنواع العظيمة مثل الكاجو والفستق الحلبي وغيره. عملنا مؤتمر صحفي قلنا فيه ترشيد الدعم بيكون بموضوع الوقود هيك، المازوت هيك، بموضوع القمح، الدواء، إلى ما هيك، حتى جردنا أصناف الدواء. حتى الآن ما شفنا أبدا. لم يستمع أحد إلينا. ذهبنا وطرحنا الأمر داخل المجلس النيابي، لم يحصل أي شيء. الوحيد بالبلد اللي تلقف الأمر معنا هو المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وعمل لقاء لكل القوى السياسية والكتل النيابية، وأنتج الأستاذ شارع عربيد ورقة كمان يعني يعتد بها وقدمها إلى الحكومة. هلأ صرنا مثل ما بيقولوا آخر الدواء الكي، يعني صرنا بمرحلة خلصنا على الآخر. طيب التهريب هو أول باب يستنزف كل ما يدعم مصرف لبنان، صح؟ يعني طبعاً. أنا ما فيك تيجي تعطيني دواء بس أنا مجروح وعم بنزف كل دم، ما تداوي الجرح بس تعطيني دواء لأنه معدتي عم تجعني، بدك تسكري الجرح قبل ما موت بعدين ترجع بتعطيني دواء لمعدتي. التهريب هو هذا الجرح الكبير الذي ينزف من كل احتياطي وأموال الناس والمودعين في البلد. هذا أول باب يجب أن يقفل بأي طريقة ممكنة. ما في، مش معقول قد ما تضخي بالبلد مصاري إذا بدهم يضلوا يطلعوا لبرا لن تستفيد شيء منه. هذا واحد. اثنين، البطاقة التمويلية هي أكيد ليست الحل الدائم والنهائي، هي حل هلق مؤقت، إجراء مؤقت، لأنه نحن أمام هذا الواقع. وما فيك كمان تجي تقولي للناس بطل في دعم فجأة ومعاش الموظف بيطلع $100 كمان بتكون عم تدفعي هون إلى الانفجار. فبالتالي هي إجراء مؤقت للانتقال من مرحلة الدعم الكامل والفوضوي والعشوائي إلى لاحقا ربما وقف الدعم بنهايته، ولكن إلى إذا بدك انتقائية واضحة ومحددة لبعض إليات الدعم. البطاقة التمويلية حاليا حسب الدراسة المطروحة بتكلف سنويا يمكن ما يقارب مليار وشي، أنا مش كتير بفهم بالأرقام ومني اقتصادي، بس $1 مليار عم بقول. بينما الدعم الحالي هلأ لا ربما مليار أو ثلاثة، اعذروني ما بعرف الأرقام، ومن الدعم الحالي هلأ عم بيكلف رقم يمكن شي 6 أو 7 مليار. طب حتى انت لو اخدتي من الاحتياطي لهذا الرقم بتكوني عم بتوفري خسارة سنوية تقريبا نصف المبلغ او اكثر شوي. يعني اكيد بنكون نحن عم نحد من الخسارة من الخسارة بالدرجة الاولى. نحن اكيد مش مع المس باي
أموال للناس والمودعين. بس أنا عم أقول في عندك الأسوأ وفي عندك السيء وفي عندك بعدين الحل النهائي. ما حدا راح معنا على الحل النهائي، هلأ استدركوا أن يروحوا على السيء يتركوا الأسوأ. الأمل أنه مشروع القانون اللي تحول يندرس بشكل جدي، ما يتحول مثل ما صار بقرض البنك الدولي اللي اجتمعنا كلنا كرماله بالمجلس النيابي وأقرناه، ولحد هذه اللحظة ما استفدنا منه لأنه بعد حكومتنا العظيمة مش مقررة تسلم المستندات المطلوبة للبنك الدولي. يعني كمان بالبلد سهل يرمي التهم كيف ما كان، طب المجلس النيابي بتتهموا الكتل النيابية أنه هودي الأحزاب اللي ما بعرف شو اللي كذا، طب اجتمعوا وعملوا اللي لازم يعملوا. حسان دياب مش من هول الأحزاب، ليش ما عمل شغله؟ بس هو مش مؤتمر، مش يؤتمر من قبل أحزاب السلطة. يعني اليوم لمين بيتبع حسان دياب؟ والله المفترض يتبع لقراره، لقراره الحر اللي هو بقرر، لقراره من موقعه الدستوري طبعا. هو الشخص يمكن هو بيقرر. عباله يمكن هو اليوم عباله وبحب يطلع صارح اللبنانيين يقول مين عم يمنعه، شو عنده يخسره هو؟ يعني ما هو بطل، ما هو خلص، ما حكومتي مستقيلة، شو خسران؟ إذا فعلا في حدا عم يضغط عليه لأنه ما يخليه يروح يجيب هالمصاري اللي نحن كلنا بحاجة لهم بالبلد، خليه يطلع صارح اللبنانيين. نعم، واليوم حتى في تخوف من البطاقة التمويلية اللي كنا عم نحكي عنها، أنه حتى يمكن ما لح تكون عم توزع بطريقة عادلة بين اللبنانيين والمواطنين، ولح ترجع تفوت المحسوبيات والرشاوى الانتخابية. على الأكيد بالتجارب اللي عنا مبرر لإلك ولإلي ولأي حدا يشكك بالبطاقة التمويلية، لأنه تجاربنا تحتمل الكثير من الشكوك، مع أنه رغم أنه كان في تجارب مميزة بالبلد، سمحش بيضوي عليها، يعني كله بيضوي على الأشياء السلبية ماشي. بس ما في، أنا أقول مثل اللقاح، في 3 من المليون بصير معهم جلطات، بس الباقيين كله ما بصير معهم جلطات بس لأنه هو 3 ما راح يأخذوا اللقاح. ما فينا نقول لأنه والله ممكن يكون في كذا وكذا بالبطاقة التمويلية بدناش نعملها، ما هلا ما عندنا حل غيره. ولكن للأسف يمكن يوم بهيدي الحالة التجارب السيئة بتضغى على التجارب الإيجابية. عمل لك كرمال هيك مبرر هذا الشك بأنه ما تكون التجربة ناجحة، بس أنه لأنه في تجارب سيئة معنا تعودنا عليها كلبنانيين، المطلوب لا مش نقول ما بدنا البطاقة، بدنا البطاقة بس بدنا إياها بمزيد من الشفافية وبمزيد من الدراسة للواقع الاجتماعي للعائلات. وهون برجع بقلك المشكلة الجديدة اللي عم بيواجهوها اللي كانوا يعملوا هالحركات بالبلد، انه الجهات المانحة لانعدام الثقة فيهم صارت هي حتى عم تكون إذا بدك عم بتتدخل بكل هذه التفاصيل لضمان الشفافية، وهيدا كمان شيء لازم يراهن عليه اللبنانيين. يعني اليوم شهدنا بالشارع اعتصامات واحتجاجات، دعا إلى الاتحاد العمالي العام وانضم إلى معظم النقابات والاتحادات العمالية والرابطات. الشارع بدأ بالغيلان والمطالب المعاشية كثيرة، من أين يبدأ الحل؟ حضرتك قلت يعني الحكومة أولا وأخيرا، صحيح؟ صحيح، الحكومة مع البرنامج الإصلاح، مش الحكومة لحالها. حكومة لحالها ماشي، ما عندنا حكومة مش عم تعمل شيء، إذا بتيجي حكومة مثل بلاه. وإذا استمرت هذه الحكومة بالتأخر الشارع يعني ما في نضمن شيء بقى، ما بقى فيك تضمن شيء. هل تعتقد أنه التحركات الاحتجاجية بالشارع لح ترجع؟ إذا بقيت الأمور هيك مش رح ترجع، يعني نحن رح كلنا رح ننزل نتحرك بالشارع. يعني حتى يمكن اللي ما نزل قبل هلأ لح يفكر أنه ينزل، إلا إذا يعني عم قلك إذا في حدا بالبلد عم بيراهن على أخذ البلاد إلى هذا المسار بيكون عم بياخذ البلد على الانتحار، وهذا رهان خاطئ جدا ومميت. كرمال هيك عم نقول ما بدنا نوصل على هالمحل، ما تتركوا الناس توصل على هالمحل، الحل إنتاج حكومة بتنفذ هالبرنامج الإصلاحي وتطبيق خطوات مثل اللي عم نحكي عنه بموضوع الدعم، بموضوع التهريب. حسنا هلا يوم فهمت انه المجلس الاعلى للدفاع اخذ قرار بانه خلص رح تتركب السكانر ورح يصير في اكثر اجراءات صارمه ورح يصير في اكثر محاسبه كل ما مره صار في انتهاك. فلنبني على الايجابيات بمزيد من الايجابيه، من مطلوب انه هالموضوع يتنفذ بسرعه. كمان ما بدنا ننسى انه احنا انعكس علينا التهريب مش بس بموضوع استنزاف الاحتياطي، انعكس علينا بانه هناك في دول عديدة نتيجة التهريب اللي عم يحصل للمخدرات وغيرها بطلت تستقبل منتجاتنا. فلا الموضوع من كل النواحي، من كل النواحي السياسية والاقتصادية والمعيشية والسيادية، ما حتى موضوع الحدود طيب البحرية وترسيم الحدود البحرية
ما كمان الأداء فيه رح يخسرنا هونيك. يعني في شيء غريب متكلم فيه. حتى هلا حسينا إنه شوي صار ثانوي بعد الأزمات المعيشية اللي عم نعيشها مننسى أوقات الأزمات السيادية اللي نحن عم نعيشها واللي هي عدم تسليم حدودنا البحرية والبرية. يوجع بجسمه الوجع الأقوى. هلا الوجع الأقوى هو ما يحصل فيما عيشتنا. بس هذا شيء يمكن بفيد اليوم شوي الناس اللي هن لازم يكونوا عم بتابعوا هذا الملف إنه نحن نسيناه, الشعب اللبناني نسيه, كرمال إنه هن هلا منهم مستعجلين يكونوا عم بحلوا. صحيح. بس هذا ما بفيد البلد للأسف. بس هذا ما بفيد البلد. بس يعني بترقيع ووقت أكتر, بيعطيهم وقت أكتر يكونوا عم بيعملوا تخريجة معينة. ما كل شيء من زايد فيه نحن على بعض. يعني إنه كنا بدنا نحصل ما بعرف 10 متورة, صرنا بدنا نحصل 10 متورة وعشرين سنتي, وهال 20 سنتي بدنا نعمل عليها مشكلة. ما بعرف كمان يعني في حدا بالحزب أكيد هو عندنا متابع لملف ترسيم الحدود وعنده كل المعلومات, ولكن اللي أنا بعرفه من اطلاعي العام أنه ما حصل من اتفاق لما كان بعده الرئيس نبيه بري هو يعني عم يتولى التواصل, لم يكن كمان من باب تفريط بحقوق لبنان. طيب وإذا اكتشفنا شيء جديد في خطوات كان لازم تنعمل, عيشنا البلد أنه هذا المرسوم إذا ما مضى بنكون عم نخسر ثروات لبنان وعم نمس بسيادته وعم نتخلى عن سيادتنا, وفجأة ما مضى. يعني كم فيش نعيش هيك بالبلد؟ خسرنا اللي كان متفق عليهم الرئيس بري مزبوط, وما قدرنا نحقق شيء, يعني راحوا كلهم. هلق نحنا والعدو الإسرائيلي مش فرقيني معه, عم يسحب يعني حسب ما بعرف انه هو عم بدأ بمرحلة الاستخراج. للأسف حدودنا اليوم الجنوبية والشمالية أيضا منتهكة. طيب. مش بس الجنوبية. أكيد. شو رأيك بالإشكالات اللي شفناها بين المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين الأسبوع الفائت على خلفية الانتخابات السورية بسبب رفع السوريين أعلام لسوريا وصور لبشار الأسد بلبنان؟ على الأكيد يعني الاستعراض اللي عملوه المواطنين السوريين الذين ذهبوا للمشاركة في الانتخابات هو أمر غير مبرر وغير مقبول, وبالإجمال لا يحصل حتى في دول ما بيكون فيها القد نوع من التشنج على هالملف. فكيف بواقع مثل نحن تحديدا يعني ما ارتكبوا النظام السوري على مدى سنوات مع كل اللبنانيين دون استثناء, ما حدا معانا من ارتكاباته, أكيد هذا أمر مستفز وغير مقبول. بس بالنسبة لنا لا يبرر أبدا أن يكون هناك هذا الرد العنفي يعني والتعرض للناس. على الأكيد ما عملوه من استعراض غير مقبول, ولكن مش مع الرد بهذه الطريقة, وعلى الأكيد مش مع كل هذه المشاهد اللي رجعنا نشوفها بهالكم يوم من هالاستعراضات القوى, وكأنه ما تعلمنا من كل الدروس الماضية والتهديد باستعمال اللغة التهديد بالقتل وغيره. على الأكيد نحن هذا الأمر مرفوض على الإطلاق منا ومدان. يعني حضرتك مع مقولة أنه إذا اللاجئ السوري صوت لرئيس النظام المسؤول عن تهجيره من أرضه تسقط عنه صفة اللاجئ وبالتالي بتكون العودة الآمنة متاحة له؟ هلأ بالنظرية القانونية سمعت هالنظرية أنا, أنه إذا واحد بيروح بيشارك بانتخابات بدولة هو يعتبر فار منها من الحكم اللي هو رايح ينتخبه أنه تسقط عنه, سمعت هالنظرية. بس ولكن كمان نحن عايشين ومنعرف كتير منيح هالتفاصيل. أنا كمان عرفت ومنش سر يعني مش أنا لحالي عرفتها, معروف أنه هناك الكثير من المواطنين السوريين المقيمين في لبنان واللي هني ما بالشرط بيكونوا بأيدوا النظام السوري, مرتبط كل مسار ملفاتهم ومعاملاتهم وأوراقهم الثبوتية وجوازات سفرهم وغيرها بأنه إذا بيجوش, لأنه إذا بيروحش يصوت بالسفارة يعني يجبروا على التصويت. يجبروا يعني مش معناتها كمان نحن بنعرف يجبروا على التصويت, ولكن لا يجبروا يمكن على رفع الأعلام السورية وصورها. صحيح. يعني الاستفزاز. هلا بس سؤال شرط. كل وسائل الإعلام ومؤسسات الإحصاء رصدت هالناس اللي راحوا شاركوا, طلع عددهم عم أكتر حدا قيل طلعوا يمكن شي 50,000, يعني لا يتعدوا 3-4% ما بعرف قدام من المواطنين السوريين الموجودين في البلد. طيب ما نحن قبل الأزمة السورية وقبل موضوع النزوح واللجوء ما كان عندنا بالبلد شي 400-500,000 مواطن سوري يعملون ويقيمون, شو الجديد؟ وهو ما كانوا جايين لأنه كان في معارضة وحرب بسوريا. طيب هذا واحد. اثنين, من هالخمسين ألف قد عددهم اللي رفعوا صور؟ أكيد مش هالخمسين ألف.
يعني كمان تعميم على طول التعميم هو امر لا طبعا على الاكيد في حالات مش مضبوطه حصلت وعم بوصف لك اياها انه هذا امر غير مقبول بل مرفوض، بس مش معناتها انه كمان كل هالمليون و500 الف مواطن سوري المقيمين في البلد هن اللي راحوا انتخبوا وهن اللي رفعوا صور وهلا لازم يفللون على البلد، كمان هذا يعني نوع من الاعتباطيه في التقييم. حضرتك ذكرت استعراضات عسكرية، يعني شفنا مشاهد الأسبوع الماضي تنذر بخضات أمنية للأسف، ومن العرض العسكري للحزب القومي السوري وتهديد العلني بقتل رئيس حزب القوات اللبناني سمير جعجع، العرض العسكري بالجنوب الذي قام به حزب الله، وأيضا إلقاء قنبلة مولوتوف على إقليم طرابلس الكتائبي. من يريد الفتنة بلبنان اليوم؟ ما هو المطلوب لمنع الانجرار نحو هذه الفتنة؟ نحن ما نريد أن لا يكون أحد هناك في لبنان يريد هذه الفتنة. أنا راح أحكي مين بيستفيد إذا صار في فتنة أصلاً بلبنان اليوم؟ إسرائيل بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى إسرائيل بأزمة. ولكن من يحرك هذه الفتنة اليوم داخلياً على الأقل، أكيد مش على الحدود. هلا ما قلت إسرائيل لحالها، عم أقول بالدرجة الأولى إسرائيل. طبعاً يمكن هناك الكثيرين من الذين يتربصون بالأمن اللبناني شراً ويريدون يعني الوصول إلى هكذا مستوى. لهيك عم نقول نأمل أن لا يكون أحد في لبنان شريكاً بهذا الأمر، وأن لا يكون هناك من يجر نفسه أو ينجر من دون إرادته إلى هذا الأمر أو من دون وعيه الكامل. وأنا مش ما حدا يجي هلا بيقول لي إنه أنت عم بتدين استعراض من يومين جماعة الحزب الاشتراكي كانوا شباب مصورين فيديو فيهم، على خبرك الأمور مثل ما هي. هناك حالة للأسف موجودة عند كل الناس، امبارح شفنا فيديو لشاب من القوات وغيره. هالحالة نتيجة الاحتقان المعيشي والاقتصادي والتشنج المذهبي والسياسي وكذا، عم يذهب إلى هذا النوع من الممارسات اللي بيعتبرها أنه بتحسسه بالقوة والكذا. هالأمر نحن على مستوينا الداخلي هناك إجراءات قاسية بحق كل من يعني يعمل أي شيء له علاقة بهالأمر، ووليد جملات حتى بالإعلام شنو أنا لقى عم بكشف سر عن الأناشيد اللي كانت تتصور واللي اعتبرها يعني نوع من الغرائز، يعني إذا صح التعبير هيك استخدم التوصيف. وهالأمر مثل ما عم نطبقه على حالنا نأمل الجميع أن يطبقوه. يعني لا يحتمل البلد بالمفهوم الحماية الذاتية اليوم، نحن لازم نضلنا عم نسلم بالثقة للقوى الأمنية ولا الجيش اللبناني أنه إذا لا سمح الله صار في أي فتنة بالبلد. ألم يثبت الجيش اللبناني طبعا والقوى الأمنية بكل هالمراحل اللي مرقنا فيها وما أصعب ما مرقنا فيه بال2005 وما بعد ولا غيره، ألم يثبت الجيش اللبناني انه هو فعلا يعني يمكن الركون اليه في موضوع الامن ان كان على الداخل او كان على الحدود؟ كمان بدناش ننسى شو عمل بنهر البارد بجرود عرسال وغيره. الجيش اللبناني مؤسسه قادره، كل ما نحن احتضننا هذه المؤسسه وقدمنا لها الدعم اللي عم نحكي عنه ان كان على المستوى المعنوي بالدرجه الاساسيه وايضا المستوى المادي، على الاكيد هذه حمايتنا جميعا. رغم كل محاولات التفخيط بهالمؤسسه انه هي لحالها مش قادره تكون عم تحمي لبنان وحدوده، طبعا يعني على الرغم من كل هذه الأصوات اللي عم تقول بهذا الشيء، لازم نحن اليوم نكون عم نعطي هذا السؤال للمؤسسة العسكرية. نحن هلا موقفنا على الأقل يعني. كيف يرى الحزب التقدم الاشتراكي الحل في لبنان اليوم؟ هل فرصة إعادة لبنان متاحة؟ وما هو إعادة بناء لبنان جديد يعني متاحة؟ وما هو الدور الذي ينوي الحزب التقدم الاشتراكي لعبه في المرحلة المقبلة؟ بالمرحلة المقبلة إذا عم نحكي هلق بهالأسابيع اللي جاي على المستوى السياسي، الحركة التي نقوم بها لناحية حث الأفرقاء مثل ما قلنا لتسريع تأليف الحكومة وتنفيذ برنامج الإصلاح، على المستوى النيابي الكتلة يعني بالشراكة مش لحالة، كمان مش لحالنا عايشين بالبلد بالشراكة مع كثير من الشخصيات النيابية تقوم بحركة لا بأس فيها تشريعيا بتقديم اقتراحات قوانين إلى علاقة بالقطاع الصحي، إلى علاقة بالقطاع بالقضاء، إلى علاقة بالتعليم بالتربية، إلى علاقة بمواضيع متعددة يعني بموضوع الكهرباء بموضوع التهريب غيره. كل هذه الأمور مفترض ملاحقتها لأنه هي طبعا بتأسس لتنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي الموعود اللي كلنا معلقين أملنا عليه. وعلى المستوى الشعبي يقوم الحزب بكل مناطق لبنان مش بس بمناطق انتشاره التقليدية
بحركة اجتماعية، دعم اجتماعي، تعاضد، وما بندعي انه نحن عم نعمله لحالنا، هذا الامر بالشراكة مع خلايا ازمة في كل القرى والبلديات واتحادات البلديات، ومع الاغتراب اللي عم يلعب دور جدا مهم، ومع المؤسسات الموجودة عندنا في الحزب، مؤسسة الفرح، الاتحاد النسائي، نضال لأجل الإنسان وغيره. إذا بدك بهالمسارات الثلاثة سيكون دور الحزب، ومش كتير يعني قابضين الأمور على المستوى بتعرفي كل شيء بالبلد بيقولوا لك بدك تقرر شيء بالانتخابات، مش كتير فرقاني معنا صراحة قصة الانتخابات، لأنه المقعد النيابي بيروح ويجي عادي، بس البلد إذا راح بشكل يعود يرجع. شكرا لك مفوض الأعلام بالحزب التقدم الاشتراكي أستاذ صالح حديفي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة نوشات المساء، نلتقي طبعا الأسبوع المقبل، مع تحية جوزيف كريم وميشيل الصيفي.